جريمتين شنيعتين ديال المليل. ما هو موقف الجمعية من قضية الإعدام؟ موقف المنظمة من الإعدام موقف واضح، لأن الموقف هو أنه نريد إلغاء عقوبة الإعدام، فهي عقوبة مشينة وعقوبة غير رادعة. الدول اللي كتطبقها موقفش الجريمة، وأيضا أن العنف ما غاديش يداوي العنف، بالعكس التربية إلى آخره. من جهة ثانية، أن الدولتان ما عندهمش الغاو عقوبة الإعدام بلادهم، والثانية أو الثالثة أن هاد الدول قاعد دول سكندنافية بثلاثة، السويد والدنمارك والنرويج، دائما كيوصيوا المغرب، كيطالبوا المغرب باش يلغي عقوبات الإعدام، فلن نكون ملكيين أكثر من الملك. إن هذه أساسية، لأن الناس واللي الاستعراض الدوري الشامل الأخير اللي قدموا المغرب كان وجدوها الدول كطالب المغرب بإلغاء عقوبة الإعدام. بطبيعة الحال أن المحاكمة خصها تكون عادلة، وأيضا يأخذوا حقهم في السجن إلى تدانوا، لأن إلى حد الآن راهم باقي في التحقيق إلى آخره، ولكن إحنا كنشوفوا بأنه العنف لن يداوى بالعنف. إن هذا هو موقفنا. طبيعة الحال الجانب النقطة الرابعة هو أنه المغرب اختار أنه يوقف التنفيذ الإرادي في الواقع منذ 1993، ما نفذناش شي حكم في الإعدام. إن هذا موقف إرادي، رغم أن المغرب ما وقعش على الوقف الإعدام اللي نادت به الأمم المتحدة منذ 7 مرات. المغرب عرف جريمتين بشعتين، ولا الحديث في بعض الأوساط على أن تطبيق ديال عدم تطبيق عقوبة الإعدام أصبحت يرفضها. أولا أنا كنت دائما من المدافعين على عقوبة الإعدام، ولا سيما في الظرف الحالي، يعني هي ملزمة لمجتمعنا لعدة أسباب. أولا السند الديني، ولكن في القصص حياتنا والألباب، وفقه إسلامي شرع القتل لحماية النفس. إذا كان النفس أو البشر أو الإنسان ككائن مقدس أولى بالاحترام، لا سيما الحق في الحياة كما يقول المادة 20، الحق في الحياة من الحقوق المقدسة، من الحقوق الأول الحقوق، هاي المادة 20، الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق. إذا كنا نريد حماية حق الإنسان في الحياة، كيف يا ترى أقل ما يفعل هو حماية الحق في الحياة باعتبارها حق عظيم، بالعقاب عليه بالعقوبة العظمى أو عقوبة تتلائم مع أهمية هذا الحق وقداسته. ما عندناش شي حاجة غير الإعدام، كون بغينا نلقينا أكثر نديروها، فأقل حاجة هي الإعدام، سيما في جرائم خطيرة. وباش الآن المجتمع المغربي كينقص في المادة تقريبا في المسودة، كاين يلاه شي 8 الحالات اللي فيها جرائم دم وقتل، وقال العسكري كاين شي 3 الحالات. فربما كاين البعض النظريين يرى بأن العقوبة الإعدام عقوبة غير لائقة، غير إنسانية، غير تمس بالكرامة. إيه، ولكن قبل ما تفكر في ذاك الشخص فكر في الضحية، هو أولى بالتفكير، هو أولى بالحماية، هو أولى بالتعاطف. وهذا الشخص اللي مشى والضحايا كثر، أبناء والزوجة والعائلة، واللي يعني وحياتهم ماشي واحد، اللي كيموت لنا إنسان كان قتلوا مع 5 ولا 7 أفراد العائلة. شنو تتقول في بعض الأطراف، بعض الجمعيات تتقول ما يمكنش يصلح العنف ضد العنف؟ أولا هذا ليس بعنف، إذا اعتبر الإعدام عنف فاعتبر العقوبة عنف، والاعتقال عنف، والغرامة عنف، وغنقلعوا كاع القانون الجنائي ونخليوا الفوضى في المجتمع. نبغى تندور الفوضى ما كان مشكل، ولكن القانون الجنائي جميع الدول دايرته وكلها كتعتبر الوسيله لحمايه القيم داخل المجتمع، والا تنوض الفوضى. الان هادو اللي ماتوا في الجرائم البشعه اصبحت عراه تقول لماذا المغرب لا ينفذ عقوبه الاعدام. ها فين كنا خايفين؟ اصبح المجتمع يحتج على عدم التنفيذ. امس كان قتل في افران، مثلا كان افران، كان تاع سمهاروش، كان تاع مراكش، كان هادو حالات. الان غير شنو وقع؟
قابلنا كاين وسائل التواصل الاجتماعي كثيره والصحافه حاضره، فتوقع جريمه المغرب كله سوق الخبر. قبل كان ممكن توقع جريمه سوق حتى واحد الخبر يضل المحكمه والقاضي والضحيه. هذا الاعلام ساهم في هذه الطريقه. وكاين بعض علماء الضحايا اللي كيقول لك اودي ما خصناش ننشروا هاد طرق وتفاصيل ارتكاب الجرائم، لان غتعطينا جرائم اخرى، لان بعض الاشخاص كيطروا كيبغيو يديروا عن طريق المحاكاه نفس الجريمه. طبقوا نفذوا الاعدام، خصو يبقى. حنا عندنا الاعدام فاش؟ هذا هو اخر كلمه. حنا عندنا الاعدام في جرائم خطيره، بعض الدول عندها في المخدرات وما عندهاش المخدرات. احدى الجرائم الخطيره اللي عندنا اللي وقعت مثلا معروفه، القذافي هو المال.